ايه النبره دي؟ عشان كده بقول لحضراتكم هنشوف حاجه من اعمال فريد الاطرش، ان مستحيل يكون الصوت ده صوت الاستاذ احمد شاكر، ده هو صوت فريد الاطرش. حضرتك جبت الصوت ازاي؟ هو يعني التمثيل حاجه، وان يبقى ربنا مديك يعني جهاز صوتي تقدر تشتغل عليه ده حاجه اضافيه، دي مش موجوده يعني في كل القماشه بتاعت الممثلين. فالواحد الحمد لله مستشعر هذا الامر وبيدربه بقى، يعني كان معاك اله وانت بتشتغل عليها لحد ما توصل للصوت المطلوب. فانا فريد المدخل ليه زي ما انت قلت دايما بيبقى الروح، يعني فكره هو بيتكلم ليه كده، عشان اعرف اتكلم كده كتير على طول الوقت، لان هقعد اقول حوار طويل جدا طبعا، فلو انا ما فهمتش ده جاي من سيكولوجيه عامله ازاي انا مش هعرف اقول. ففريد زي ما احنا قلنا هو فكره انه نفسه قوي يتقبل، انه نفسه قوي الناس تحبه، انه يعني يكاد يوصل انه يقول لك اقبلني وحبني. فحتى الكلام العادي يعني لو انا احمد بيتكلم اقول لك مثلا ده الموضوع اللي انا عايز اقول لك عليه، فريد ما يقولهاش كده خالص، يقولها بطريقه اشبه للغنى، يقولها كده مثلا والله يا عمرو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اقول لك عليه. تحس ان في عود طلع وغناها يعني وتيمبو وتيمبو كمان ايقاع في الجمله. فحتى في مطربين كتير حتى لحد عصرنا ده تاثروا بيه جدا، حتى تلاقيهم حتى في كلامهم عن حياتهم الشخصيه بيتكلموا احيانا تفلت منهم كده نفس مزبوط. التون الشبه ده صح مظبوط.